أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الأولى شعب العربي كلية الحقوق جامعة عين شمس، أهلا بيكم في آخر محاضرة في كتاب الدكتور محمد عبد السلام. هننهي كتاب الدكتور محمد عبد السلام بموضوعين، دالة العرض وثمن التوازن، والمرة الجاية هتبقى آخر محاضرة في كتابي. نبدأ بالموضوع الأول، العرض. العرض ده هنتكلم في أكتر من حاجة فيه. أول حاجة مفهوم العرض، محددات العرض، العلاقة ما بين الكمية المعروضة والكمية المنتجة، وبعدين دالة العرض. ودالة العرض فيها أكتر من موضوع برضو، قانون العرض، تفسيره، خصائص منحنى العرض. نبتدي بأول حاجة مفهوم العرض، عرض السوق للسلع والخدمات، اللي هي السلع والخدمات الموجودة فعلا في السوق. هو عبارة عن مجموع ما يقدمه الأفراد، الأفراد دول سواء كانوا منتجين أو مشروعات، من سلع أو خدمات للبيع عند ثمن معين خلال فترة زمنية معينة نتيجة تفاعل مجموعة عوامل محددة. العوامل المحددة دي اللي هي محددات العرض. محددات العرض كام؟ 5: ثمن السلعة أو الخدمة محل البحث، أثمان السلع المرتبطة بديلة أو مكملة، أثمان عوامل الإنتاج اللي هو الموارد الطبيعية، العمل، التنظيم، رأس المال، تكلفة الفن الإنتاجي المستخدم ومستوى الفن الإنتاجي، هل هو فن إنتاجي متقدم أو فن إنتاجي بسيط، أهداف المنتجين، هل المنتجين بيتجهوا إلى زيادة العرض أو يقللوا العرض أو بيتجهوا إلى زيادة البيع عشان يحققوا أكثر ربح أو يقللوا الكمية المعروضة عشان خايفين إن الثمن يقل. دي المحددات بتاعة العرض. فهدف دايما المنتج إيه، أو أكتر هدف بيسيطر على المنتج أو البائع، إن هو يحقق أكثر ربح، وبناء عليه كل ما بيقل الثمن ذات بيزود من الكمية المعروضة. هننتقل للنقطة التانية اللي هي الفرق ما بين الكمية المعروضة والكمية المنتجة. الكمية المعروضة هي الكمية الموجودة فعلا في السوق عند ثمن ايه معين نتيجة تفاعل مجموعة عوامل محددة. الكمية المنتجة الكمية اللي بينتجها المشروعات والافراد والمصانع. الكمية المنتجة دي ممكن تبقى اكبر او ممكن تبقى اصغر من الكمية المعروضة. طب ايه هي الاسباب اللي بتخلي هناك فرق ما بين الكمية المعروضة والكمية المنتجة؟ 3 اسباب: التخزين او المخزون السلعي، 3 جزء من الانتاج، الاستهلاك الشخصي. التخزين، قد تلجأ بعض المشروعات إلى أنها تحتفظ بجزء من الإنتاج. عندي مصنع أنتج 10,000 وحدة، ممكن ينزل للبيع 7,000 وحدة ويحتفظ بجزء من الإنتاج اللي هما 3,000 وحدة. ينزلهم إمتى للبيع؟ لما يرتفع الثمن أو لما يقل العرض في السوق، يبتدي ينزل من المخزون السلعي اللي عنده. طب ليه المشروعات أو المصانع بتتجه إلى تخزين جزء من الإنتاج؟ بتبقى خايفة من انخفاض الثمن، بتبقى خايفة من الخسارة، فعشان كده بتحوش جزء من المخزون الإيه؟ السلعي. 3 جزء من الانتاج ده بنلاقيه اكتر حاجة ممكن يكون في المصانع وممكن يكون في المنتجات الزراعية، بس في الاكتر بنلاقيه في المنتجات الزراعية. فلاح زرع طماطم، فهو بينقل محصول الطماطم، جزء منه يتلف او خزن جزء من محصول الطماطم وتلف الجزء دوت، فبيبقى الكمية المنتجة في الحالة دي اكبر من الكمية المعروضة. ليه؟ لوجود جزء تالف. الاستهلاك الشخصي ده بيبقى موجود فين؟ في الريف. ممكن الفلاح بعد ما بيبقى يزرع او يبقى عنده مزرعة فيها دواجن فيها فراخ، يعمل ايه؟ ياخد جزء منها ويخليه لاستهلاكه هو واسرته. فده عشان كده بيبقى الكمية المنتجة اكبر من الكمية المعروضة، لان هو خد كفايته الاول والباقي قام عرضه للبيع. بعد كده هننتقل الى دالة العرض. لما اجي اقول دالة العرض بصفة عامة او قانون العرض، هو العلاقة الطردية بين ثمن السلعة او الخدمة والكمية المعروضة منها خلال فترة زمنية معينة مع افتراض ثبات العوامل الأخرى المستقلة على حالها دون تغيير. محددات العرض فيها 5 عوامل مستقلة، أنا باخد منهم عامل واحد بس اللي هو الثمن، وبيبقى الكمية المعروضة هو المتغير التابع عندي. تمام؟ ليه أنا بقول قانون العرض أو دالة العرض هي دي العلاقة ما بين الثمن وما بين الكمية المعروضة؟ لأن هدف المنتج تحقيق أكثر ربح، فالربح ده بيجي من إمتى؟ لما بيزيد الثمن. تفسير بقى ده العلاقة الطردية، ليه كل ما بيزيد الثمن بيزيد الكمية المعروضة ولما بيقل الثمن بتقل الكمية المعروضة؟ لما بيزيد الثمن بيتجه المنتجين الى ايه؟ زيادة انتاجهم عشان يلبوا حاجة الطلب المتزايد وتحقيق اكثر ربح. لما بيرقوا الثمن زاد نتيجة ايه؟ نتيجة ان الثمن زاد نتيجة ان في طلب على السلعة. لما بيبقى في طلب على السلعة فالمنتج بيعمل ايه؟ عايز يغطي الطلب ده، فبيزود من العرض بتاعه وعشان يحقق اكثر ربح. لما بيقل الثمن بيحصل ايه؟ بيبتدي المنتجين ان هم يخرجوا من سوق انتاج السلعة عشان خايفين من الخسارة او خايفين ان هامش الربح اللي هم بيحققوه يقل. منحنى بقى العرض او التعبير الرياضي لقانون العرض. التعبير الرياضي عبارة عن حاجتين،
حساب وهندسه او منحنى العرض. الحساب انا بحط فيه جدول العرض، الجدول ده عباره عن العلاقه بين متغيرين، الثمن وهو ده المتغير المستقل الوحيد اللي عندي، الكميه المعروضه المتغير التابع الوحيد اللي عندي. الثمن كل ما بيزيد الكميه المعروضه بيحصل لها ايه؟ بتزيد. فالثمن لما كان 10 كانت الكميه المعروضه 100، لما الثمن بقى 20 الكميه المعروضه زادت بقت 150، زاد الثمن بقى 30 زادت الكميه المعروضه وبقت 200. الطالب من حقه يفترض اي ارقام، المهم تبقى العلاقه طرديه، سواء اذا كانت الارقام تصاعديه او تنازليه، المهم الاثنين بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض. بعد كده ببتدي اعمل اللي هو المحور الافقي والمحور الراسي، تمام، عشان ابتدي ارسم ايه؟ منحنى العرض. المحور الافقي، تمام، او محور السينات بحط عليه الكميه اللي هو فيه 100 150 200 300. المحور الراسي او محور الصادات بحط عليه الثمن، تمام، وابتدي بعد كده او عند الثمن 100 احط، عند 110 احط نقطه، وعند 20 و150 احط نقطه ثانيه، وعند 30 و200 احط النقطه الثالثه، وابتدي اوصل النقط ببعضها. هيدينا شكل المنحنى ده. منحنى العرض بيعبر عن ايه؟ العلاقه الطرديه ما بين الكميه المعروضه والثمن، الكميه المعروضه كمتغير تابع والثمن كمتغير مستقل. دي اول نقطه. منحنى العرض بينحدر من فين لفين؟ من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي، عشان يعبر عن العلاقه الطرديه. منحنى العرض بيعبر عن الحد الاقصى للكميات، الحدود الدنيا للاسمان. فعند الثمن 10 ده اقل ثمن ممكن يقبله البايع عشان يديله 100 قطعه، لكن ممكن يديله عند الثمن 10 90 قطعه 80 قطعه، لكن ما يقبلش ابدا البايع عند الثمن 10 يديله 150 قطعه او 101 قطعه. يبقى الحدود الاقصى للكميات، يعني دي اقصى كميه ممكن البايع ان هو ايه يديها لك عند الثمن دوت، عند الثمن 10، والحدود الدنيا للاسمين. بعد ما خلصنا داله العرض هنبتدي نتجه لثمن الايه؟ التوازن. ده هيبقى اخر موضوع في كتاب دكتور محمد عبد السلام. التقاء العرض والطلب وتكوين ثمن التوازن. الثمن وآلية تشغيل نظام الاقتصاد الحر. تستطيع الاسمان تحقيق التوازن الاقتصادي في نظام الاقتصاد الحر اللي هو الاقتصاد الرأسمالي او الاقتصاد الليبرالي، فهي تعتبر الأسمان بمثابة الآلية التي يعمل وفقا لها النظام الاقتصادي الحر. فتستطيع الأسمان تحقيق التوازن سواء في مجال الإنتاج أو الاستهلاك أو التوزيع. مجال الإنتاج يعني على مستوى العرض، مجال الاستهلاك على مستوى الطلب، مجال التوزيع اللي هي توزيع عوامل الإنتاج على مختلف الاستخدامات الممكنة. فالأسمان هي همزة الوصل بين المشروعات اللي هم المنتجين وبين المستهلكين، كما يلعب الثمن دورا في توجيه الموارد المتاحة وتوزيعها على مختلف فروع الإنتاج بما يجعلها أكثر فاعلية، اللي هو التوزيع الفعال للموارد الاقتصادية والاستغلال الأمثل لها وحصول كل منها على النصيب العادل لمساهمته في العملية الإنتاجية. فالعامل، احنا عارفين ان عوامل الإنتاج قد ايه؟ 4 أو 5. العامل بياخد ايه؟ أجر، والمنظم بياخد ربح، وأصحاب رؤوس الأموال بتاخد فايدة، وملاك الأراضي الزراعية بياخد ريع. فيعتبر الثمن هو المحرك الرئيسي لنظام الاقتصاد الحر، ولكن قد يعرقل الثمن او دور الثمن بعض العوائق في الدول النامية. ايه هي بقى معوقات دور الثمن في اقتصاد السوق في الدول النامية؟ اول حاجة دي السوق، فلا يعتد علم الاقتصاد الا بالطلب الكلي الفعال، طلب جموع المستهلكين المدعوم بالقوى الشرائية. عدم قدرة او مرونة الجهاز الانتاجي في الدول النامية، فلا تستطيع الدول النامية تستجيب لزيادة الطلب وتزود حجم الانتاج نتيجه لزياده الطلب، خاصه في الاجل القصير. وطبعا في كتابي انا شرحت لكم يعني ايه اجل قصير، وذلك لعدم امتلاك راس المال اللازم لشراء الالات والمعدات وبناء المصانع. فالجهاز الانتاجي في الدول الناميه جهاز انتاجي صلب، ما بيستجبش لسرعه الطلب، ما بيستجبش لسرعه ايه؟ زياده الانتاج. محدوديه قدره عوامل الانتاج على الانتقال بين فروع او المشروعات الانتاجية المختلفة. عوامل الانتاج في الدول النامية ما بينفعش انها تتنقل من فرع انتاجي لفرع انتاجي اخر ومن مشروع لمشروع اخر، فده بيعوق طبعا دور الثمن انه يقوم بدور تلقائي في تحقيق التوازن الفعال للموارد الاقتصادية. واسباب ذلك بيرجع الى ايه؟ سببين. اول حاجة تخصيص عوامل الانتاج وارتباطها بنشاط معين يتعذر استخدامها في غيره، زي مثلا الالات متخصصة في انتاج سلعة او خدمة معينة يصعب ان انا احولها الى انتاج سلعة تانية. الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، فمثلا تمنح الدولة حق امتياز زي امتياز مثلا شركة مترو الانفاق، فشركة مترو الانفاق ما بتقدرش ان هي تستخدم الالات والمعدات بتاعتها دي عشان تعمل اي حاجة تانية، انها معاها حق امتياز لمترو الانفاق ولحفر مترو الانفاق وشق مترو الانفاق.
قبل ما نتعرض لثمن التوازن هنراجع حاجة بسيطة مع بعض، اللي هي دالة الطلب ودالة العرض. لأن ثمن التوازن بيتكون نتيجة ايه؟ التقاء قوى الطلب مع قوى العرض، هما دول بيكونوا لنا ثمن التوازن. فقبل ما اقول يعني ايه ثمن التوازن، يعني ايه كمية التوازن وأهمية ثمن التوازن، هنتكلم من الأول على دالة الطلب ودالة العرض. قلنا قبل كده ان دالة الطلب دالة ايه؟ عكسية متناقصة. ليه؟ لأن التغير فيه، لأن المتغير التابع بياخد عكس اتجاه المتغير المستقل. المتغير المستقل اللي هو الثمن مثلا بيزيد، فالكمية المطلوبة كمتغير تابع بتقل، ولما الثمن بيقل الكمية المطلوبة كمتغير تابع بتزيد. هدف المستهلك ان هو ايه؟ يشبع حاجاته بدخله المحدود. فعشان دخل المستهلك محدود ما بيقدرش يشتري كل الحاجات الموجودة في السوق، وما بيقدرش يشبع كل احتياجاته. بيعمل ايه المستهلك؟ بيشبع الجزء اللي يقدر يشبعه بالدخل المحدود بتاعه. فعشان كده كل ما الثمن بيزيد بيقلل من الكمية المطلوبة. ده دالة الطلب، دالة العرض. وطبعا انا رسمه لكم هنا دالة الطلب عشان افكركم بيها. دالة العرض دي دالة ايه؟ طردية. دالة طردية متزايدة. ليه؟ لان المتغير التابع بياخد نفس اتجاه المتغير المستقل. فلما الثمن بيزيد الكمية المعروضة بتزيد، ولما الثمن بيقل الكمية المعروضة بتقل. وانا لسه قايله لكم ليه؟ لان هدف المنتج ان هو يحقق اكثر ربح ممكن. فلما بيلقى ان الثمن زاد فبيزود من الكميه المعروضه عشان يبيع كتير ويكسب اكتر. تمام. ثمن التوازن يتكون ثمن التوازن نتيجه التقاء قوى الطلب مع العرض، وينتج عن التقائهما تكوين الثمن. ده ثمن التوازن او ثمن السوق هو ده الاليه التي يعمل وفقا لها نظام الاقتصاد الحر، هو ده الوضع الامثل للسوق، بتتساوي عنده الكميه المطلوبه مع الكميه المعروضه. الثمن ده بيقبله جميع المنتجين، بيقبله جميع المشترين. ثمن التوازن احنا عشان نعمل ثمن التوازن هنعبر عن ثمن التوازن تعبير حسابي وتعبير هندسي. بالنسبه للتعبير الحسابي اللي هو الجدول ده، الجدول ده هنحط فيه ايه؟ هنحط فيه الثمن، هنحط فيه الكميه المعروضه، هنحط فيه الكميه المطلوبه. بالنسبه للثمن هنفترض اي عمليات للثمن، 6 عمليات 10 عمليات زي ما الطالب يحب. نفترض الارقام مثلا 1 2 3 او اي ارقام احنا عايزينها. ده بالنسبه للثمن. بعد كده نبتدي نعمل ايه؟ العرض او الكميه المعروضه. العلاقه ما بين الثمن والكميه المعروضه علاقه ايه؟ طرديه. بما انها علاقه طرديه يبقى كل ما الثمن بيزيد الكميه المعروضه بتزيد، وكل ما الثمن يقل الكميه المعروضه بتقل. فعند الثمن 1 ده اقل ثمن، الكميه المعروضه اقل كميه 10. عند الثمن 2 ابتدى الثمن يزيد، الكميه المعروضه هتزيد تبقى 20. عند الثمن 3 ابتدى الثمن يزيد اكتر واكتر، الكميه المعروضه تزيد اكتر واكتر تبقى 30. ده بالنسبه للكميه المعروضه، وهكذا لحد ما نوصل للرقم 10. طيب حاجه ثانيه، الطلب. الطلب ده له علاقه ايه؟ عكسيه. ليه عكسيه؟ كل ما الثمن بيزيد الكميه المطلوبه بتقل، وكل ما الثمن بيقل الكميه المطلوبه بتزيد. فاحنا لازم نفترض علاقه عكسيه. فعند الثمن 1 ده اقل ثمن، هتبقى الكميه المطلوبه اعلى كميه 79. عند الثمن 2 ابتدى الثمن يزيد، الكميه المطلوبه تبتدي تقل تبقى 75. عند الثمن 3 ابتدى الثمن ايه؟ يزيد، الكميه المطلوبه تقل اكتر واكتر تبقى 70، وهكذا. نلاحظ حاجه، ان عند الثمن 5 هنلاقي ان الكميه المعروضه 50 والكميه المطلوبه 50. يبقى هنا تكون الثمن بتلقائيه نتيجه تلاقي قوى العرض والطلب. عند الثمن 5 اللي هو ده ثمن التوازن، الكميه المعروضه 50، الكميه المطلوبه 50. ثمن التوازن ده بيحقق مصلحه المنتج، بيحقق مصلحه المستهلك. مصلحه المنتج ان هو بيبيع كل الموجود عنده، كل المعروض من السلع والخدمات، فطبعا هو بيبقى مبسوط لانه باع كل اللي عنده، ما عندهوش سلع راكده. مصلحه المستهلك انه قدر يحصل على السلع والخدمات اللي هو محتاجها بسعر الى حد ما معقول بالنسبه له. فثمن التوازن هو الثمن بيقبله المنتج وبيقبله المستهلك. ثمن التوازن ده بتبقى الكميه المطلوبه مساويه للكميه المعروضه، وبنسمي الكميتين المتساويين مع بعض كميه التوازن. ثمن التوازن ده هو اللي بيحقق استقرار الاقتصاد، بيحقق كمان توازن الاقتصاد القومي زي ما دكتور محمد عبد السلام ما كاتب. طيب احنا لما نيجي نرسم التعبير الهندسي نرسمه ازاي؟ اول حاجه على محور السين بنحط سيني، بنحط الكاف اللي هي كميه ايه؟ سواء الكميه المطلوبه او الكميه المعروضه. وعلى المحور الافقي محور الصادي بنحط السه. وبعد كده نبتدي نحط داله العرض، دي داله ايه؟ طرديه، يعني بتنحدر منين لفين؟ من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي. وعند طه اللي هو داله الايه؟ الطلب. دي دالة عكسية، يعني بتنحدر منين لفين؟ من شمال شرقي إلى جنوب غربي. من شمال الشرقي إلى جنوب الغربي، تمام؟ وعند الثمن 5
هنلاقي الكمية المطلوبة مساوية للكمية المعروضة 50، والنقطة أ دي هي نقطة التوازن اللي بيتحقق عندها التقاء الطلب بالعرض. ثمن التوازن، تعريف ثمن التوازن هو الثمن الذي يتكون فعلا في السوق في لحظة معينة عندما تتساوى الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة زي ما احنا لسه قايلين من سلعة أو خدمة، ويسمى الثمن بثمن التوازن، وتسمى الكمية بكمية التوازن. يتكون ثمن التوازن بتلاقي قوى الطلب والايه والعرض. في لو الثمن اعلى من ثمن التوازن ده معناه ايه؟ ان انا عندي فائض في العرض، لان طبعا المشروع المنتج عايز ان هو يبيع لان الثمن عالي، وعجز في الطلب، الناس ما بتطلبش. الحل ايه؟ ان انا لازم اخفض الثمن ونقص من العرض. اذا كان الثمن اقل من ثمن التوازن، ثمن قليل، يبقى المشتري هيشتري ولا مش هيشتري؟ هيشتري. يبقى انا عندي فائض في الطلب وعجز في العرض، لان المنتج مش هيرضى ان هو ينتج كتير. ليه؟ لان الثمن قليل. فثمن التوازن هو اللي بيحقق مصلحه الايه؟ البائع والمشتري. طبعا انا قلت لكم ان المحاضره النهارده اخر محاضره بالنسبه لكتاب الدكتور محمد عبد السلام، حددت لكم الملغي والمقرر بالنسبه لمحاضره النهارده، لكن كل اللي اتشرح في المدرج مقرر، كل اللي اتشرح في المحاضرات اللي بتتبث عن طريق قناة كلية الحقوق جامعة عين شمس مقرر، ده الملغي المقرر بالنسبة لمحاضرة النهاردة. طبعا زي ما احنا عارفين كمان ان السؤال ممكن يجي في موضوع العرض، او ممكن يجي في ثمن التوازن صح وغلط، او ممكن يقولك ارسم، اشرح، ارسم اي حاجة زي كده. ممكن ترسم ثمن التوازن، ممكن ترسم دالة العرض، زي ما يجي السؤال. ممكن يبقى في اسئلة كتير صح وغلط في الموضوع بتاع النهاردة. المره الجايه هديكوا اخر محاضره في كتابي، عشان كده بقى انا خلصت لكم منهج الاقتصاد. مع تمنياتي لكم بالتوفيق ان شاء الله.